تلكم الأسرار أيضا أن الحافظ لكتاب الله عز وجل ينتظم في سلك السفرة الكرام البررة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الماهر بالقرآن، ما هي المهارة بالقرآن؟ لا تتحقق المهارة في كتاب الله عز وجل ولكلام الله عز وجل إلا بمجموع شرطين: أولهما ضبط متشابهات الكتاب، ضبط متشابهات الكتاب فلا يتطرق إليه الزلل والخلل عند حضور المتشابه من كتاب الله عز وجل. هذا شيء تسمى هذا حافظ، لا باقي ما بين ماهر، هذا حافظ. والشرط الثاني إحسان أداء كلمات الكتاب، وهو الذي يعرف بالتجويد. فمن حقق الأول وأهمل الثاني كان حافظا، ومن حقق الثاني وأهمل الأول كان مجودا، ومن حقق الأول والثاني كان ماهرا بكتاب الله عز وجل. فتسمو نفسه عن رتبة الآدميين حتى ينتظم في سلك الملائكة. ورواية لهذا الحديث: الماهر بالقرآن وهو حافظ له، بزيادة وهو حافظ له، وهي زيادة مفسرة مؤكدة مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر القراءة وأجر المجاهدة والمكابدة، لأن الناس مع كتاب الله تبارك وتعالى من حيث أداؤه ثلاثة أصناف: مأجور، مأزور، معذور. محفوظين. الناس مع كتاب الله عز وجل من حيث أداؤه ثلاثة أصناف: مأجور، ومن هو؟ والذي طاوعه لسانه على الأداء الصحيح وتربع بين يدي شيخ متقن فتلقى عنه القرآن الكريم غضا طريا، لأن الأصل في تلقيه كما هو معلوم حفظه. فهذا مأجور. والمأزور هو الذي طاوعه لسانه على الأداء الصحيح لكنه استبد برأيه واستنكف بنفسه عن الجلوس بين يدي المشايخ العارفين ليتلقى عنهم القراءة الصحيحة. هذا معذور. ثم هناك المعذور، وهو الذي بلغ الجهد والجهد معا في تحسين قراءته وإحكام تلاوته
غير أن لسانه لم يطاوعه على الأداء الصحيح كالألفاخ والذي يبدل حرفا بحرف والذي لا يساعده لسانه على تصحيح حرف الضاد من مخرجه وللضاد كالضلال جوده فارقا بمخرجه مع وصفه المتعند ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ضمن وجه المبعد وعيب الفتى ما كان باختياره وليس عيبا فيما كان خلقا مركبا عفي عما يعسر ولا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة واضح؟ وجوزت كما قال الجعبري وجوزت لعاجز حال ضمن وجه المبعد فلا بد من تحسين القراءة لمن طاوعه لسانه على ذلك ولا يكون إلا بطريق ماذا؟ إلا بطريق التلقي والمشافهة والمشافهة مأخوذة من مقابلة الشفة إلى الشفة وما دخل التصحيف والتحريف في كتاب الله عز وجل إلا من طريق المستكبرين المتغطرسين المتعجرفين الذين لم يرضوا لأنفسهم أن يحضروا حلقة تحفيظ القرآن الكريم وأن يتلقوا القرآن عن المشايخ العارفين وباب التصحيف والتحريف في القرآن والحديث يعني أفردت فيه كتب كثيرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ولهذا كان سلف هذه الأمة يولون عناية فائقة لإحسان أداء كتاب ربهم قال ابن الجزري رحمه الله لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع المشفه وهو في الأخرى شافع المشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه وغرضنا من سرد هذه الأبيات هو قوله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه أوضح هذا رحمه الله تعالى في مقدمة النشر فقال لقد أدركت من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالأنغام لأن جمال الصوت هو حلية زائدة على الأصل ما هو الأصل؟ هو إحكام القراءة إحكام القراءة وإحسان التلاوة وبلوغ الوسع في هذا المعنى ثم إذا كان الصوت الحسن فهذا من جملة المطالب الشرعية إذن ما هو الأصل؟ هو إحكام القراءة على مراتبها من الحذر والترتيل والتدوير والتحقيق
لأن أدون مراتب القراءة هو الحدر، والذي سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أثر عنه أنه كان يوتر بختمة الكاملة. والحدر فاستعمله ما استطعت متى عرضت ومتى درست، فقد أتى نصا عن الأخيار منهم تميم وقتيل الدار الذي هو عثمان. وما هو الحدر؟ هو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التلاوة. أما الإسراع في القراءة مع الإخلال بأحكام التلاوة فهي هضرمة وهي محرمة بإجماع المسلمين. حتى قال بعض أهل العلم سارق حروف القرآن أولى بالقطع من سارق المال، لا يسرق حروف التنزيل، لأنه إذا أسرع وأخل بأحكام التلاوة وقع فيما يسمى بالهضرمة وهي محرمة بإجماع المسلمين. الأصل إحكام التلاوة بمراعاة شروطها وقواعدها وآدابها، ثم إذا توافر الصوت الحسن لأنه يزيد القرآن حسنا، فهذا من جملة المطالب الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، غير أن التغني منه ما هو طبيعي ومنه ما هو زائد على الطبيعي. فالطبيعي المعروف عند العرب هو تصحيح الحروف في مخارجها بإيفائها صفاتها. ما حقه التفخيم يفخم، وما حقه الترقيق يرقق، وما حقه المد يمد، إلى غير ذلك. قال ابن الجزري في هذا المعنى وإليه المصير والمنتهى في هذا العلم رحمه الله الإمام الحافظ الفقيه المحدث المقرئ أبو الخير ابن الجزري، قال لقد أدركت من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالأنغام. يرحمك الله، من عطس فليجهر بالحمد، ولا تشمت عاطسا لم يذكري حمد الإله أو به لم يجهري. ها؟ يعني يجهر بالحمد حتى يشمته أو يسمته من حضر، ولا ربما سمعه من كان بالخارج. واضح؟ لقد أدركت من شيوخنا من لم يكن له، حفظوا معايا، حسن صوت ولا معرفة، ولكن كان جيد الأداء، فإذا قرأ أطرب السامع. لأن تصحيح القراءة بتفخيم ما حقه التفخيم كما ذكرنا هذا جمال، ومن ذاق عرف، من ذاق عرف. ولكن كان جيد الأداء فإذا قرأ أطرب السامع وأخذ من القلوب بالمجامع، فترى الناس يزدحمون على سماع قراءته مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان لإخلالهم بهذا المبدأ العظيم وهو تصحيح القراءة. قال ومنهم عبد الله بن الصائغ الذي صلى بالناس الفجر يوما، يصلي الفجر بالناس، فقرأ قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، فجاء هدهد وحط على كتف الشيخ رحمه الله، فما طار الهدهد حتى فرغ الشيخ من قراءته وهم بالركوع. وهذه كرامة لهذا الإمام الأجل الأعظم،
وقد أسلم من قراءته ومن سماع تلاوته أمم من اليهود والنصارى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فلبى الهدهد نداءه ولم يتأخر عن إجابته فحط على كتفه فما طار حتى فرغ الشيخ من قراءته وهم بالركوع تفقد الإخوان مستحسن اللي غاب تقول فين مشى تفقد الإخوان مستحسن فمن بدا فنعم ما بدا سن سليمان لنا سنة فكان فيما سنه المقتدى تفقد الطير على رأسه فقال ما لي لا أرى الهدهد إذن نحن مع السر السادس والذي قبله حديثنا عن أن الحافظ لكتاب الله عز وجل قد يكون في جملة المهارة ممن ينتظم في سلك السفرة الكرام البررة من جملة أسرار حفظ كتاب الله عز وجل أنه يحظى بالخيرية المطلقة على لسان أفضل البرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولا يحسن أن ينبري لتحفيظ كتاب الله عز وجل وتعليمه وتبليغه للغير إلا من حفظه وأحكم حفظه والفضل في هذا تتعلق به كثير من النقول والآثار والنصوص فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت وهذا فيه ملحة بلاغية ونقطة أصولية وهي التنبيه على الأعلى والأسماء بالأدنى الأقل وهو أن المسلم في حياته يمشي على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وإن لم تكن جامعا للقرآن كله حافظا له فلا يعوقك هذا عن تعليم الغير ولو لم تحفظ من القرآن الكريم إلا قليلا واضح لعموم ما نص عليه أهل العلم في كتبهم يجب تبليغ العلم إلى ذويه ومستحقيه ويحرم حجبه وكتمه عنه وبإزاء ذلك يحرم تبليغ العلم وإيصاله إلى غير مستحقه وذويه إياك أن تبلغ نور الله تبارك وتعالى وأن تقدم ميراث الأنبياء والرسل إلى من لا يستحقه فاكتمه عندك حتى تصادف به محلا قابلا
ولهذا قيل لبعض الصالحين وقد حضرته الوفاة: إنك ستموت ويدفن علمك معك، فقال: ذاك أحب إلى الله من أن أضعه في إناء سوء. فلا يعوقك عدم إكمال القرآن وإتمام حفظه عن إيصال ما حفظته وأحكمت قراءته إلى ذويه ومستحقه من المسلمين. وفي هذا فرق بين أهل السنة وغيرهم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: في أولئك الذين حبسوا أنفسهم في دورهم وقعدوا عن نفع الناس، ولربما شرط كل واحد لنفسه شروطا حتى يوصل العلم إلى غيره، فوصفوا أنفسهم بالزهاد، فقال رحمه الله تعالى: الزهاد في مقام الخفافيش، لأن الخفاش لا يبرز إلا ليلا، فكذلك هؤلاء حبسوا أنفسهم عن تعليم الناس. ما يقولش الإنسان حتى نحفظ كذا وحتى نجمع كذا، يعني ما بلغته بلغه إلى غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا بأكمل إيضاح، فجاء إيضاحه كفلق الإصباح: بلغوا عني ولو آية. وكان من باب التنبيه على الأعلى الأسماء بالأدنى. قال: الزهاد في مقام الخفافيش، لأنهم حبسوا أنفسهم عن نفع الناس وتفرغوا للنسك والعبادة. قال رحمه الله: وتلك خصلة محمودة إذا لم تخلو من خير، كحضور جماعة أو شهود جنازة أو عيادة مريض، لكنها حالة الجبناء. المسلم يعلم غيره ولا يحبس نفسه عن إيصال الخير إلى الغير. ولهذا عرف بعض أهل العلم ممن شرفنا بالتلقي عنهم ولله الحمد، قال في تعريف حسن الخلق: إيصال الخير إلى الغير وحبس الشر عن الغير. إيصال الخير إلى الغير ولو كان مما لا يذكر، فلرب دقيق رقيق كان عند الله تبارك وتعالى عظيما. والعبرة أن يقبل الله منك. قال: ولكنها حالة الجبناء، أما حالة الشجعان فهي تعليم الناس، وهي مقامات الأنبياء. حسبوا بأن الدين عزلة راهب، واستمرأوا الأوراد والأذكار، وعجبت لهم يؤمنون ببعضه، وأرى القلوب ببعضه كفارا. والدين كان ولا يزال فرائضا ونوافلا لله واستغفارا. والدين ميدان وصمصام وفرسان تبيد الشر والأشرار. والدين حكم باسم ربك قائم بالعدل، لا جورا ولا استهتارا. حسبوا بأن الدين عزلة راهب، واستمرأوا الأوراد والأذكار، وعجبت لهم يؤمنون ببعضه، وأرى القلوب ببعضه كفارا.
والدين كان ولا يزال فرائضا ونوافلا لله واستغفارا. والدين ميدان وصمصام وفرسان تبيد الشر والأشرار. والدين حكم باسم ربك قائم بالعدل لا جورا ولا استهتارا. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شاهدنا منه أنه لا يكون معلما لغيره حتى يكون معلما، فيجمع الله له بين فضيلتين، بين فضيلة النفع القاصر وفضيلة النفع المتعدي. والمسلم أبدا لا يكون سلبيا أنانيا يتعلم لنفسه فقط دون أن يعلم غيره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده في الشر، ولم يسلموا من لسانه ويده في الخير. أما شيء تحبس الشر ديالك على الناس فقط، احبس شرك عن الناس وإياك أن تحبس ها خيرك عن الناس. من سلم المسلمون من لسانه ويده في الشر ولم يسلموا من لسانه ويده في الخير. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. ولا بد من فهم صحيح لهذا البيت. إذا أنت لم تنفع أهل النفع فضر أهل الضر. أعداء الإسلام وخصومه، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. أما أن يحبس نفسه في شرها عن الناس فليس هذا مما يفهم من هذا الحديث. فيجمع بين فضيلتي ماذا؟ فضيلة النفع القاصر وفضيلة النفع المتعدي، ويكون بذلك مكملا لنفسه ومكملا لغيره. وتصديق ذلك كذلك من قول الله عز وجل في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الحديث قال عنه راويه عن عثمان وهو أبو عبد الرحمن السلمي، قال: هذا الحديث والذي أقعدني مقعدي هذا 40 سنة. وكان قد جرد نفسه لتعليم كتاب الله عز وجل من إبان خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي، وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. وهذا فضل من الله عميم وشرف كبير، وهو أن يجري على المعلم أجور من علم إلى يوم القيامة. إذا علمت فلانا صار لك من الأجر أجران، وإذا علم هو غيره صار لك ها، وإذا علم كذا إلى آخره، إلى ما لا يحصى كثرة
ولا يستقصى إحصاء. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحضى هذه الأمة أجورا، لأنه معلم الناس أجمعين. وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل وغير ذا من قائل وفاعل. حسبوا معايا. وشيخ شيخه له مثلاه، وثالث لرابع تلاه، وهكذا تضعف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. الغرض من هذا: علم غيرك ما علمته وإن كان دقيقا قليلا، فليس شرطا في التعليم أن تحيط بالعلم كله. من تلكم الأسرار التي تختفي وراء حفظ كتاب الله عز وجل أن الحافظ للقرآن الكريم يسعد بحفظه له في الدنيا والآخرة وفيما بينهما وهو القبر. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القتلى في القبر الواحد من شهداء أحد فيقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ مفهومة. فإذا أشير إلى أحدهم قال: قدموه. الله أكبر. يسعد بالتقديم والتنويه والتكريم والتعظيم والتبجيل حتى في أولى مراحل الآخرة، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فهو يسعد به في الدنيا فيكون سيدا بكتاب ربه، لأن من آتاه الله القرآن فظن أن غيره خير منه يكون قد حقر ما عظم الله عز وجل. كلامه أودعه لك في صدرك، ولولا أنه يسره على لسانك ما أطقت أن تتكلم به، فإياك أن ترى غيرك خيرا منك. وفي الآخرة بما أعده الله تبارك وتعالى من الثواب الجزيل والعطاء العظيم لأهل القرآن، والنصوص في ذلك كثيرة مستفيضة. وإنما الذي يهمنا ما بين المرحلتين والضرتين الدنيا والآخرة. من تلكم الأسرار أن حافظ القرآن الكريم يحظى في الآخرة أن يعتلي أعلى درجات الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. قال ابن حجر الهيتمي: الخبر المذكور في هذا الحديث والفضل المنصوص عليه إنما هو لمن يحفظه عن ظهر قلب. لأن الناس لا يتفاوتون قلة وكثرة بمجرد القراءة والنظر في المصحف، إنما تتفاوت رتبهم في الجنة وفق تفاوت رتبهم في الحفظ، فيكون ذلك في الآخرة.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية ها أي تحفظها. ولأن الناس يتفاوتون في الحفظ ولا يتفاوتون في مجرد القراءة والنظر في المصحف. ومن اللطائف التي تساق إليكم من هذا الحديث وقد ذكرها الحافظ ابن خزيمة رحمه الله وهو استنباط عجيب، قال يستفاد من هذا الحديث أن عدد آيات القرآن الكريم بعدد درجات الجنة، عدد آيات القرآن الكريم بعدد درجات الجنة. فمن حفظ القرآن الكريم كله فإنه يقف عند آخر آية منه مما فيه فلا ينتهي حتى يرقى ذرى معارج الكمال فيعتلي الذروة العليا بفضل الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. واضح؟ من جملة الأسرار كذلك أن حفظ القرآن الكريم أو بعضه قد يكون مهرا في نكاح المؤمنات الصالحات يرحمك الله. وما حديث سهل بن سعد عند البخاري منكم ببعيد؟ فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه باب حفظ القرآن عن ظهر قلب، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت لأهب لك نفسي، تريده إلى آخره. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أن رأت أنها أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ الصداق، المهر. فقال لا والله يا رسول الله. كذا كان عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سادة الدنيا وأمراء الناس بما كان فيهم من الإيمان العظيم ومن الثبات على الدين، وإن أعوزتهم الحاجة وفرغت راحتهم من ملاذ الدنيا فإنهم قد كانوا أسيادا وسادة. وكذلك كان من بعدهم من سلف الأمة آثر الزهد والتقلل من الدنيا اقتداء بأشرف البرية الذي حيزت له الدنيا بحذافيرها وعرضت عليه مفاتح كنوز الدنيا فاستصغرها في عينيه صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. فكذلك كان سلف هذه الأمة ينشد لسان أحدهم وهو يخاطب الدنيا سأترك حبكم من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه تعافوا الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. وإياك أن تستغرب إذا رأيت في تراجمهم وسيرهم أنهم كانوا فقراء، وإنما كان فقرهم من باب الرغبة عن الدنيا والتقلل منها. أنه كما قال علي رضي الله عنه: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب. إذا اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الآخر. فإذا أردت أن تقترب من الآخرة فابتعد عن الدنيا، وإذا أردت أن تقترب من الدنيا تكون قد شططت وابتعدت عن الآخرة. فكانوا فقراء لإيثارهم الزهد والتقلل من الدنيا، حتى قال الزبيدي في هذا المعنى: سألت الفقر أين أنت مقيمون؟ عادت تتكلم مع الفقر، قال لي فين ساكن تايا. سألت الفقر أين أنت مقيمون؟ فقال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وحرام علي قطع الإخاء. ومنهم من أبعد في المذهب فقال: إن الفقيه هو الفقير، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. هذيك الرادارت أي تجمعت هذيك الرولة. فيوزن الإنسان بعلمه وبقربه من ربه وبتقواه وحسن خلقه، ولا يوزن بالمال أبدا، ولا يوزن بالمال أبدا. إياك أن تكون ممن أنشد وقد حقره قومه فقال: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، من كانوا عند الفلوس كانوا ترحبوا به، وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما قل مالي مات مرحبا. وإياك أن تقول أن تكون ممن عناه الشاعر بقولهم: فصاحة سحبان، هذا سحبان وائل كان أفصح العرب، فصاحة سحبان وخط ابن مقلة، الوزير ابن مقلة كان من أجود الناس خطا، وهذا تقول لك لا قاع عندك هادشي. فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وعفة مريم، إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباع بدرهم. إياك أن تكون من هؤلاء. إنسان يوزن بعلمه بحسن خلقه بتقواه بقربه من ربه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: لا والله يا رسول الله ما معي شيء. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله والله ما وجدت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فقال: والله يا رسول الله ما معي غير إزاري فلها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يبقى عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يبقى
معك منه شيء. فجلس الرجل فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيه بشيء بشأن المرأة قام وخرج، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا معك من القرآن؟ هذا هو الشاهد، ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. إذن حفظ القرآن كله أو بعضه قد يكون مهرا في النكاح، كما ذكرنا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. إذا ذكرنا كل هذا نستفيد منه أمورا يجب على كل مسلم أن يصرف همته للعناية بها. وهو المبادرة إلى حفظ كتاب الله عز وجل، والمسارعة إلى توجيه الولدان والصبيان في سن المبكرة لحفظ كتاب الله عز وجل. ومما قررته الدراسات العلمية الحديثة والبرامج التعليمية المعاصرة أن توجيه الصبيان إلى حفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة يقوي لديهم مهارات التحصيل وينمي عندهم ملكات الإدراك، وهذا يصدقه الحس والتجربة ويشهد له التأمل بالصواب. فمن رأى حال الصبيان في دون القرآن ولله الحمد ممن سعد بتحصيل القرآن الكريم في دون القرآن فإنهم يحوزون المراتب العالية في المدارس. لماذا؟ لأن حفظهم للقرآن الكريم ينمي فيهم ماذا؟ ملكات الإدراك، ويقوي عندهم مهارات التحصيل، وهو ما أذعن له كبار المستشرقين ولم يجدوا بدا من الإقرار به والاعتراف به. ذكرنا لكم من مستهل هذا الدرس أنه ثمة أسرار كثيرة، ضربنا صفحا عن بعضها إيثارا لما هو أهم منها. فذكرنا أن حفظ القرآن الكريم هو السر في أصل تلقيه وأخذه، وذكرنا أن حفظه تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأس بسلف هذه الأمة، وذكرنا كذلك أن الحافظ لكتاب ربه يبوئه مقاما عليا، وهو أنه يحظى بالتقدمة بين يدي المصلين فيشرف بإمامتهم، وأنه يقع أولا في قبره إذا دفن معه غيره فيسعد بالسعادة الأبدية في المراحل الثلاث في الدنيا والآخرة وما بينهما. ذكرنا كذلك أنه قد يكون مهرا في النكاح كما هو مبين في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وذكرنا
أنه يتعدى من النفع القاصر إلى النفع المتعدي، فبعد أن يكمل نفسه بحفظ كتاب ربه يشرع في تكملة غيره بإيصال هذا الخير له. فهذه أسرار ينبغي كما ذكرنا أن تصرف الهمة للعناية والإحاطة بها، لأنها مما يساعد على رفع الهمم واستنهاض القوى لحفظ كتاب الله عز وجل. فهذه أحوال السلف مع كتاب ربهم، وتلك أخبارهم لا يزيد الأذن الإخبار بها إلا لهفا لسماعها، ولا يزيد العين الحديث عنها إلا شوقا للقائها، ولا يزيد القلب ذكرها إلا تعلقا بها. وحدثني يا سعد عنها فزدني جنونا، فزدني من حديثك يا سعد هواها هوى لم يعرف القلب مثله، وليس له قبل وليس له بعد. فاسمع هديت علوما عز سالكها على البيان، ولا يغررك ذو لسن قصد إلى الحق لا تخفى شواهدها، قامت حقائقها بالأصل والفنن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.